قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. الخلوة يراد بها الانفراد بحيث لا يكون في المكان الغرفة أو نحوها إلا رجل وامرأة، هذه تسمى خلوة. خلوة أن ينفرد الرجل وحده بالمرأة ليس معهما أحد آخر. والأجنبية هي التي ليست من محارمه، يراد بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه، ليست أما ولا أختا ولا عمة ولا خالة ولا زوجة إلى غير ذلك، هذا المراد بالأجنبية. وهذا الحكم الذي ذكره المصنف والساق عليها الأدلة في هذه الترجمة محل إجماع بين أهل العلم أنه يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية عنه. وممن حكى الإجماع على ذلك المصنف النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، وكذلك الحافظ بن حجر في شرحه لصحيح البخاري وغيرهما من أهل العلم. والأدلة على تحريم ذلك واضحة، وسيأتي شيء منها فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وعلة هذا الحكم هو درء الفساد، السلامة من الفتنة والوقوع في المحرم، لأن الرجل إذا خلى بالمرأة وفي الرجل ميل للمرأة، ميل فطري، وكذلك في المرأة ميل للرجل، فإذا خلى كل منهما بالآخر فإنه سيكون معهما ثالث، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، وهو الشيطان. وهذا فيه أنه سيثير بينهما ما أو يهيج فيهما الفتنة والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. والنهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية هو من عناية الشريعة بسد الذرائع، عناية الشريعة بسد الذرائع، الذرائع هي الأسباب والطرائق الموصلة إلى المحرم. والله عز وجل لما نهى عن الزنا قال: ولا تقربوا الزنا، وهذا يتناول الذرائع، النهي عن الذرائع التي تفضي إليه وتؤدي إليه.